صباح الخير مشاهدينا، وسلام المسيح بقلبكم من وين ما كنتوا عم تتابعونا بحلقة جديدة من نور جديد على فضائية نور الشرق. مثل العادة منطل عليكم بفقرات عديدة وأفكار متنوعة، واليوم بالفقرة الأولى رح يكون معنا الشديق جعيد حتى نحكي أكثر عن أسبوع الكتاب المقدس والنشاطات والبرامج والمسابقات يلي رح تجري هالسنة مثل كل سنة. أما بالفقرة الثانية فرح تخبرنا سور كارولين يعقوب عن قصة كاترين لابوري والميداي ميراكيولوز لأيقونة العجائبية يلي بيصادف عيدها اليوم ويلي العطرة وكلتها تنشرها وتوصلها لكل العالم. وأما بالفقرة الثالثة والأخيرة فرح نكون مع دكتور الياس الحج يلي هو دكتور بالفلسفة وعلوم الإنسانية، ورح نحكي عن الحياة والدين والفلسفة على ضوء مؤلفه 21 إنسانيات. وقبل ما نبدأ حلقتنا رح نشوف سوا صورة انتشرت على السوشيال ميديا الجمعة الماضية. So you all can shop at Black Friday at 4 a.m. but 10 a.m. church is too early. I guess God doesn't rank as high as a $20 crockpot. للأسف مشاهدينا الأسبوع الماضي كان في ما يعرف بظاهرة البلاك فرايداي أو الجمعة السوداء، وشاهدنا التهافت الكتير كبير للعالم على المراكز التجارية والمحلات حتى يشتروا سلع وأغراض بسعر أرخص. وفي بلدان كمان شفنا أنه الناس من ساعات الفجر الأولى كانوا ناطرين قدام البواب، بينما بس ينطلب منهم يروحوا على القداس بيستصعبوها أو بيلاقوا حجة حتى ما يروحوا. بعد انعقاد المجمع من أجل الشرق الأوسط بروما، أطلق البابا السابق مار بنديكتوس السادس عشر نداءين. الأول طلب فيه أنه يكون بكل بيت في كتاب مقدس، أما الثاني طلب أنه يتم تخصيص أسبوع بالسنة للكتاب المقدس. ولبنان هالوطن الرسالة هو البلد الوحيد بالشرق الأوسط يلي لبى هيدا النداء وعمل بمقررات البابا. وإنسان اليوم غرقان بهموم الدنيا المادية وعم يبعد شوي شوي عن الهدف الأساسي يلي لازم يسعى له، هو الرب يسوع المسيح. وهالإنسان بحاجة ليتذكر أهمية الكتاب المقدس بحياته وبحياة الكنيسة، وبحاجة يتذكر كمان أنه ليتقرب من الله بإيده سلاح كتير قوي هو الإنجيل، هو الكتاب المقدس يلي من خلال حياة الإبن وإلهامات الروح القدس بيقدر يوصلنا لله الآب. ولنتعرف أكثر على أسبوع الكتاب المقدس معنا اليوم الشديق جعيد منسق البرامج بجمعية الكتاب المقدس. أهلا وسهلا فيك وشكرا على حضورك. مرسي إليان وصباح الخير لك ولكل المشاهدين. مرسي. بداية ياريت بتعطينا رأيك بالصورة تبع السوشيال ميديا. هو بالحقيقة يعني الإنسان بطبيعته أناني، خلينا نحكي هيك، يعني معتبر أنه روحته تيشتري مثل ما قلت بأسعار أرخص هي لمصلحته، بينما بيعتبر روحته على القداس مثل ما محطوط بالصورة هي كأنه عم يعمل شيء كرمال حدا تاني، يعني كرمال الله أو كرمال واجباته تجاه الكنيسة. صحيح. بس هو بالحقيقة لو بيعرف الإنسان أنه كل علاقته بالله هي لخيره إله ولمصلحته إله كإنسان، كان بيكون أول واحد على باب الكنيسة قبل ما يكون على باب المحلات. هذا للأسف طبيعتنا، طبيعتنا المجروحة واللي بتعتبر وتبحث دايما على مصالحها، وهيدا الشيء اللي لازم نحن ككنيسة نوضحه بالنسبة للمؤمنين، ان احنا لانه اوقات نحن كمان نعمل باد ماركتينج لله. يعني البلاك فرايداي عنده فيري جود ماركتينج، تلاقي كل المحلات عم تبعت مساجات كيف عامله سيلز وهيك. هلا بالنسبة لله نحن اوقات بنفرجيه بصورة انه لازم نروح نرضيه، لازم نعطيه شوي من وقتنا، كأنه الله بحاجة لنا، هو بالحقيقة نحن بحاجة لنا. هي كمان نحن كمان نتحمل شوية مسؤولية على هالصورة اللي مشوهة عن صورة بين السماوي اللي بحبنا حب مجاني. صحيح صحيح. بالانتقال لموضوع الأسبوع الكتاب المقدس، السنة تم اختيار الكتاب المقدس والشباب. ياريت تخبرنا قد ايه أهمية الشباب بالكنيسة وقد ايه مهم نرجع نردهم على الإيمان، لأنه الأشياء اللي عم نشوفها حالياً، الأشياء اللي عم يلتهوا فيها بهيدا العالم المادي عم تبعدهم كتير عن القداس وعن الإنجيل. أنا يعني انبسطت أنك رجعت حطيت الأسبوع الكتاب المقدس بإطاره الصحيح، يعني هو تلبية لنداء قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر من بعد ما زار لبنان بسنة 2012. أعلنت سنة 2012 سنة الكتاب المقدس، وطلب بالسينودوس من أجل الكنيسة الشرق الأوسط أنه
يكون في أسبوع للكتاب المقدس. هلأ لبنان مثل ما قلت له هو البلد الوحيد اللي لبى النداء، واللي عم بينفذ إذا بدك توصية البابا هي أربع أطراف. الطرف الأول هو مجلس بطاركة والأساقفة الكاثوليك الأباكل، ثاني طرف هو أمان العام للمدارس الكاثوليكية، ثالث طرف هو الرابطة الكتابية. الرابطة الكتابية عم بحكي عن أهم شراح للكتاب المقدس بلبنان. صحيح. ورابع طرف اللي هو أنا بنتمي له هو جمعية الكتاب المقدس، اللي هي بتعنى بنشر وتوزيع كلمة الله بلبنان، بلبنان وبكل العالم طبعا. هول الأربع أطراف نحن بنجتمع، بنبلش اجتماعات حوالي 6 شهور قبل أسبوع الكتاب المقدس، تنحط أول شيء العنوان، نتفق على العنوان ونرجع نحط البرنامج كله سوا بالتفاصيل. بالنسبة للعنوان السنة كان الكتاب المقدس والشباب، أول يعني وهذا الأسبوع السادس، وفي يقول أنه السبب الأساسي كان أنه عم نمشي مع نمط الكنيسة اللي عملت السينودوس من أجل الشبيبة اللي كان ختامه الشهر الماضي بروما. صح. رجع البابا ذكر بأهمية دور الشباب بقلب الكنيسة. ليش الشباب؟ لأنه منعرف أول شغلة أنه هن مستقبل الكنيسة، هن يعني كيف بيروحوا الشباب بأي اتجاه رح ياخذوا الكنيسة معهم. فضروري كنا لقينا عم بحكي ككنيسة، لقيت أنه من الضروري أنه تسمع للشباب، هيدا أهم شيء كان تسمع للشباب. والكتاب المقدس إذا بدك عم يجي من تاني ميلة يحاكي الشباب، يعني هي الكنيسة بدها تسمع الشباب وجوابها رح يكون من خلال كلمة الله. ليه منقول انه الكتاب المقدس رح يحكي الشباب؟ لانه بنعتبر انه الرب حاضر بالكتاب، يعني نحن بنعرف انه فينا نلتقي بيسوع بكثير محلات. اول شيء فينا اهم شيء هو نلتقي بالشخص الاخر. صح. يعني هو بيقول كل شيء فعلتموه لاحد اخوتي هؤلاء الصغار فلي قد فعلتموه. يعني اهم لقاء بيسوع هو لقائنا بالانسان الثاني، واللقاء بالكنيسة كمان. يعني بيقول كمان الرب كل ما اجتمع اثنين باسمي أكون أنا بينهما، الثالث بينهما. يعني كمان كل لقاء لجماعة الرب حاضر فيه، غير لقائنا بالإنسان لقاء الجماعة. وعنا نحن كمان اللقاء بالأسرار. صح. لقاء بيسوع اللي هو نعتبر الرب عم بيكمل أو عم بيستمر بعمله الخلاصة من خلال الأسرار من خلال الكنيسة. ورابع لقاء واللقاء كتير أساسي هو اللقاء بكلمته، لأنه هالكلمة أثبتت عبر التاريخ قدرتها على تحويل الأشخاص، قدرتها على تغيير الأشخاص. هالكلمة ألاف ومئات ألاف الأشخاص لبل ملايين الأشخاص لقيت سلامها، لقيت حبها، لقيت دعوتها، لقيت الهدف والمعنى لوجودها بقلب كلمة الله، بقلب هالكتاب المقدس اللي هو بالرغم من أنه مر عليه تقريبا 2000 سنة إنما بعضه كتاب بيحاكي قلب الإنسان. وكرمال هيك عم نقول للشبيبة اللي شو عم بينبشوا الشبيبة اليوم؟ عم بينبشوا على السلام، عم بينبشوا على الحب، عم بينبشوا على الفرح. صح. عم نقول لهم مين بده يعطيكم اياهم؟ إذا عم بتنبشون هول بمطارح تانية ب ب ب عم بتنبشون بأشياء كل السلام اللي بيعطيكم اياه هذا العالم ممكن بحيلتك إنه يزول. صحيح. حتى لو كنتوا مع شخص بتحبوه أو بجمالكم أو بقوتكم أو بصحتكم او بقوتكم بالشغل بسلطتكم بالشغل بحال شيء بالمال، كله هيدا ممكن انه يزول. مزبوط. ممكن بحيلا عامل بحيلا حدث بتصير بحياتك ممكن حيلا شيء من هول انه يزول. حتى الاشخاص اللي بنحبها ممكن نفقدها بحيلاتك. اذا ربطين سلامنا وفرحنا بشيء ممكن يزول، يعني فرحنا وسلامنا ممكن يزول. صح. اما الشيء الوحيد اللي ولا ممكن يزول من قلبه للشاب هو وقت يكون سلامه وفرحه جاي من الله. وتيجي سلامه وفرحه من الله بده يعرفه لله، بده يسمعه لله، والله عم يحكي من خلال كلمته. مش هيك عم نرجع نقول للشباب بدكم نحن معكم، نحن عم نسمع همومكم. وانا ماني بعيد عنهم يعني كمان انا من جيلهم، نحن بعرف نعرف همومنا وبنعرف مشاكلنا وبنعرف على شو عم نفتش بالحياه، انما خلينا نروح على النبع مطرح ما الرب هونيك بده يعطينا حاله وهو السلام وفرح بحياتنا. السلام البدوم. مزبوط. نعم. مشان هيك كان العنوان إذا بدك الكتاب المقدس والشباب. صحيح.
البرامج يلي بتعملوها، أنا شفت شوي الفيديو، كتير إذا بدك مهمة بالنسبة للولاد الصغار والكبار، لأنه بطريقة معينة، بطريقة يمكن لعب أو شيء، حضرتكم عم تعرفون على الكتاب المقدس، هن عم يتسلوا، يعني في بارت فن إذا بدك، وفي بارت تاني من حيث هن لا يدرون، عم يتشبعوا الكلمة. أنا شفت الفيديو عم بينبشوا على الآيات اللي لازم يعملون. قد إيه مهم إنه هيدي التقنية إذا بدك تكون منتشرة، لأنه ما فيك تقول لشاب من عمرنا إنه افتح الكتاب وقريه، قليل كتير الشاب يلي له خلق تنقول انه يفتح الكتاب ويقريه، بفضل يفتح شيء على السوشيال ميديا، شيء جمله يمكن، اذا اكثر من جمله ما بيقريها. فكتير صعبه بعصرنا، عصر السرعه، وراكدين كلهم على الشيء الهين. فقد ايه مهم انه هيدي التقنيه تنتشر على كل الارض اللبنانيه. يعني جمعيه الكتاب المقدس هدفها هي انه كل انسان هدفها بالعالم، نحن يعني موجودين ب 150 بلد بالعالم وبنخدم حوالي 180 بلد بالعالم، يعني خدمتنا بتنتشر اكثر من مراكزنا. هدفها انه يكون لكل انسان كتابه المقدس، هذا الهدف العام. هلا لنوصل لهذا الهدف نحن بحاجه لترجمات ولكتب اكيد، ولكن ايضا بحاجه انه نوصل الكتاب المقدس للغه كل انسان. ولغه كل انسان اوقات اللغه مش ضروري تكون مقروء او مكتوبه، اللغه هي بدها تكون معيوشه كمان. مشان هيك هون اللي عم بتقوليه بصب هيدا الخانه، انه نحن عم نجرب نوصل كلمه الله بلغه بيفهموها كل واحد بعمره. الولد اذا بدك تجيبي له كتاب، وللاسف هيدا اللي عم نختبره، او الشاب حتى مثل ما قلتي ما في قدره على القراءه، ما في تحمل، ما في صبر. فاللي عم نجرب نعمله عم نحول، وهيدا هدف اسم البرامج اللي انا مسؤول عنه بجمعيه كتاب مقدس، نحول هالكتاب الى برامج عمليه، يعني نفس الهدف، نفس الرساله اللي بتحصل عليها وقتها تقري الكتاب المقدس. نعم. ومفعوله هيدي الكلمه وقتها تقريها اللي هي السلام والمحبه مثل ما كنا عم نقول، عم نجرب نحولها لاحداث، لالعاب، لمسرح، لكلون. وهلا اخر شيء باخر بركي بنعرضهم، بس أكيد. نشوف البرامج جمعيه الكتاب المقدس تنوصل نفس الرساله اللي بيحملها الكتاب المقدس، انما بغير لغه، بغير طريقه. عم نترجم اذا بدك، عم نعمل عمليه ترجمه للنص المكتوب الى احداث او افعال او العاب او مشاهد معيوشه، مقروءه او مسموعه. وكمان جمعيه الكتاب المقدس يعني عم تشتغل على كثير تطبيقات، ابلكيشنز تكون موجوده على كل وسائل التواصل. صح. يعني اذا فينا هو بقول. عصر الابلكيشنز هلا. صح. يعني صاير، يعني نحن عندنا التشات بايبل، يعني الكتاب الانجيل العهد الجديد بلغه التشات، فيك تقريه يعني كيف نبعث مسجات بلغه التشات. حتى هاللغه صارت هاللغة. موجوده. نعم. صح. عندنا تطبيقات لترجمه العربيه المشتركه كمان. هلا عم نحضر المسابقه الكتابيه اللي رح نشوف كيف البطرك كرمها باسبوع الكتاب المقدس كرم الطلاب. عم نحضر لتكون هالمسابقه تصير اونلاين كمان، او مش اونلاين، هي اونلاين تصير كمان من خلال ابلكيشن الكل يقدروا يتسابقوا فيها. صحيح. فعم نجرب، وهيدا دورنا انه نوصل كلمه الله. وتبقى كل هول البرامج بنحطه بخدمه الكنيسه، يعني احنا ما عم ناخذ وهلا بنحكي اكثر، نحن بالشراكه مع الكنائس كلها. نعم. يعني نحن كل كنيسه كل قدرتنا من ناحيه الطباعه والنشر او من ناحيه البرامج عم نحطها بخدمة الكنيسة، الكنيسة هي اللي تنمى، ونحن علينا أنه نخدم كنيستنا بأحسن الطرق الممكنة. صحيح. بتخبرنا شوي أكثر عن البرامج هالسنة والمسابقات اللي رح تصير؟ نحن الأسبوع الكتاب المقدس هو حددته الكنيسة بلبنان، هو ثالث أسبوع من شهر تشرين الثاني. نعم. هالسنة كان بين 18 و24. ولكن نحن حبينا نكرم الطلاب الفايزين من هذيك السنة بأسبوع الكتاب المقدس الخامس اللي كان عنوانه الكتاب المقدس والشهادة. أطلقنا المسابقة الإلكترونية للمدارس الكاثوليكية بالسنة الخامسة بالأسبوع الخامس. ووصل معنا طلاب لنهائيات وفازوا. حب غبطة أبينا البطرك بصفته رئيس مجلس بطاركة والأساقفة الكاثوليك أنه يكرم الطلاب الفائز نهار الأحد 11 تشرين، يعني هو قبل أسبوع من بداية الرسمية لأسبوع الكتاب المقدس. وفي فيديو إذا بنقدر مع المخرج أنه نشاهد الفيديو. نعم. حول أسبوع الكتاب المقدس، يعني حول المسابقة الإلكترونية اللي كرم فيها غبطة أبينا البطرك الأحد 11 الشهر. بالطلاب من المدارس الكاثوليكية الذين تكرمهم جمعية الكتاب المقدس بنجاحهم في المسابقة الكتابية.
كتير حلو انه يكون في هيك منافسة خاصة بكلمة الله، وخاصة يلي عملناها الكومبيتيشن مباراة على اللابتوب. يعني كتير حلو انه هيدا الاكرام بطل بس للالعاب وهالاشياء، صار كمان نقدر نتبارك فيها بالانجيل. نحن عن جد we need this kind of مسابقات، لأنه نحن هلأ هيدا جيل عم ننبش على جوجل وعم ننبش على قصص، عم نبعد عن الكتاب المقدس، فنحن بحاجة لهيدا الشيء. شجعت الأولاد يتعرفوا على الكتاب المقدس أكثر، هيدا الهدف اللي خليني أتحمس ولاحق المسابقات كلها، يعني حتى التلاميذ يعرفوا إنه هيدا الكتاب بدنا نعيشه. علمتنا هيدا المسابقة إنه نحب يسوع ونقرأ بالإنجيل، وانبسطنا كتير وتسلينا. كنا عم نشوف الطلاب عم يحصلوا على شهادة تكريم من غبطة أبينا البطرك مع بركة خاصة، وكانوا عم يحصلوا على كتابين اللي هو Tweet with God، التغريد مع الله، حلو، واليوكات بايبل اللي هو الكتاب الجديد الكرمان من أجل الشبيبة. كان عنا أكثر من 100 تلميذ مدرسة نهار الأحد ببكركة، بنهار اللي كان فيه الماراثون. كان ظروف صعبة إنه نوصل على بكركة، بس إنه ما وصلنا قدرة الله. كان غبطة البطرك كتير مبسوط بحضور التلميذ، وأنا بعرف إنه قدي بحب يكون في حوالات طلاب وصغار والشبيبة خاصة، اللي بيرجع بيعطينا هالرجاء إنه مستقبل كنيسة بألف خير. فهيدا كان أول حدث خلينا نقول بأسبوع الكتاب المقدس هالسنة. رجعنا عملنا الافتتاح الرسمي كان ب 18 شهر بكنيسة الصعود بدبي، بضيافة الأب مروان خوري، نوجه له تحية كمان. نهار التنين كان الافتتاح الثاني بكنيسة القديسة تيريزا طفل يسوع، دار القديسة تيريزا طفل يسوع بسهيلة، مع الأباء مارتن عيد اللي هو خيه، كمان بوجه له تحية، وأبونا مروان خوري وأبونا روي عبد الله وأبونا شرب الأزهن، اللي يعني هالعائلة اللي بتحضن هيدا القداس وبترافقه بحضور تقريبا 2500 شخص كان بهيدا القداس. كمان أطلقنا أسبوع الكتاب المقدس لنهار الثاني. التنين والثلاثة والأربعة يعني 19 و20 و21 كان عنا مشاغل بيبلية. هالمشاغل البيبلية كانت بثلاث مراكز. التنين كانت بكنيسة السيدة لإخوتنا السريان الكاثوليك بالمتحف ببيروت. نهار الثلاثة كانت بالمركز رابطة الأخويات بجديدة، والنهار الأربع كانت بالمجمع البطريرك الماروني مع الحركات الرسولية العلمانية الكاثوليكية أو المارونية خلينا نقول، اللي بتجتمع هونيك. كان في مشاغل بيبلية عم يعملوها الرابطة الكتابية، شرح للكتاب المقدس، شرح كل حلقة كان بعنوان معين، كلها مربوطة بالشبيبة. نهار الخميس 22 شهر نهار عيد الاستقلال، نحن ما كنا موقفين شغل، كنا بلقاء مع العمل الرعوي الجامعي مع أكثر من 300 شاب وصبية بالمدرسة الأنطونية بجلطون. وزعنا باللقاء هيدا وزعنا الكتاب اللي هو كمان مخصص للشبيبة اسمه مع الكتاب كل يوم، أصدرناه كجمعية كتاب مقدس ورابطة كتابية مع بعضنا البعض. هو تأمل يومي، يعني عنا نص مع شرح مع تأمل، ولكن هيدا الشرح والتأمل من ناس اختصاصيين. احنا بنعرف انه وصلنا كتير شروحات وكتير تأملات، مزبوط. بس هل يعني فيك على 365 يوم انك تقري كل يوم مقطع من كتاب مقدس عهد قديم وعهد جديد، تاخذ منه شرح علمي وتأمل بقرب هالكلمة من حياتنا اليومية. نهار الجمعة 23 الشهر كنا بزحلة بلقاء عند مطرانية الروم الأرثوذكس، كانوا باستضافة كل شبيبة زحلة بمسابقة حول الكتاب المقدس. هلأ إذا فينا كمان نشوف الصور، هيدا اللقاء اللي صار بزحلة، تقريبا فوق 150 شاب وصبية من أربع كنائس. يعني هيدا أهمية اللقاء بزحلة، إنه جامع كذا كنيسة مع بعض. صحيح، هو الكنيسة الروم الملكين الكاثوليك، كنيسة المارونية، كنيسة الروم الأرثوذكس، كنيسة السريان الأرثوذكس. كان اللقاء الشبيبة عم يتبارزوا حول رسالتين لتيموتاوس وأسفار صموئيل الأول والثاني. كان كتير حلو اللقاء، كتير مميز. كمان في من صور من العمل الرعوي الجامعي، إذا في هذا اللقاء مع العمل الرعوي الجامعي. وبعد في
المؤتمر الختامي اللي عم نشوف صورة منه. نعم. اللي هو ختمنا فيه أسبوع الكتاب المقدس نهار السبت 24. نعم. بمؤتمر من الساعة 4 للساعة 8 بالليل. هالمؤتمر ضم كل المسؤولين الشبيبة بكل الكنائس الكاثوليكية، عم نحكي عن 24 أبرشية كاثوليكية بلبنان، وكان في من كمان 12 حركة رسولية علمانية إضافة للأبرشيات. هالمؤتمر ما كان محاضرات وندوات. نعم. إنما كان ورشة عمل. شبيبتنا تقسموا على 4 ورش عمل. صحيح. كل ورشة عمل ناقشنا مشاكل وحلول اللي بتعترض عملنا مع الشبيبة حول كلمة الله، وطلعنا بنتائج رائعة. اللي رح يصير انه نتيجة هالمؤتمر رح نطلع بورقة عمل. نعم. هالورقة نقدمها لمجلس بطاركي والأساقفة الكاثوليك، نقول لهم انه بسنة الكنيسة والشبيبة، شبيبتنا بلبنان عندها هموم، عندها مشاكل، عندها تساؤلات، عندها طلبات حول كلمة الله. يعني عم بحكي عن مثلا غياب الكتاب المقدس بالمنهج التعليمي. صحيح. بالمدارس، وهذا الشيء اللي عم نجرب نعمله نحن بالمسابقة الإلكترونية. نعم. عم نجرب نفوت الكتاب المقدس على دراستنا المدرسية، يعني. نعم. مش بس نتلقى تعليم مسيحي. صح. وأنا ابن مدرسة كاثوليكية، إنما نتلقى أيضا الكتاب المقدس ونتعرف عليه ونتعلمه. نعم. غياب العهد القديم. صحيح. أو التفسير المتعارضة أوقات، أو غياب الكتاب المقدس. صح. عن عظات الكهنة يعني شبيبتنا حكيوا بكتير هموم، رح نحطهم كلهم على ورقة ونقدمها لمجلس بطاركي والأساقفة الكاثوليك، ونقول لهم هيدا كانت ثمار هالمؤتمر اللي قدرنا نعمله بأسبوع الكتاب المقدس. هيدا هو اللي كانوا نشاطات أسبوع الكتاب المقدس هالسنة، كانوا الحمد لله كلهم ناجحين وكلهم حققوا أهدافهم. يعطيكم ألف عافية. بدي أسألك أنا، الشباب، بس تقول شباب، بتقول اندفاع، بتقول حماس، وهذا الاندفاع والحماس نحن فينا نوجهه، ان تركناه يتوجه هو اذا بدك عصجيته راح يروح باتجاه الاشياء السريعه، الاشياء الماديه. قدمهم نحن نقدر نوجهه للاشياء الروحيه، لانه هالاندفاع والحماس اذا كان بخدمه الله قديش اسرع توصل كلمه الله لكل العالم. اللي عم تقوليه مزبوط، بس أنا بدي أرجع ردك للأساس. نعم. الأساس أنه وقت تكون واصلة للشبيبة صورة الله مشوهة، وهذا اللي بلشت فيها، يعني صورة الله اللي دايماً عم يطلب. نعم. أو اللي دايماً عم يمنع، أنه ممنوع عليكم هيك، ممنوع عليكم هيك، يعني صورة المنع. نعم. اللي هي منحطها على لسان الله، أو عم نفرجون الله اللي ما بيرضيه، ما بيعجبه العجب. طب انا شاب، واذا هيدا اذا هيدي صوره الله اللي بدك تقدمي لي اياها، انا رح انفر منها وبعد. صحيح. بينما وقتها نحن بنكون عم نركز على وعلى الحقيقه، يعني على الحقيقه اللي اكتشفناها بيسوع المسيح. نعم. انه عندنا بي بكل معنى الكلمه، هالبي اللي هو البي الموجود مع الابن الشاطر، قد ما كان بعد الابن الشاطر، بمجرد ما عرف حاله انه ابن وقرر يرجع على البيت كان بيه ناطره وفاتح ايديه. هالبي اللي مع المرأة اللي جابوها، المرأة الزانية جابوها تيرجموها، ما خلى حدا يدق فيها. صحيح. حافظ لها على كرامتها وقال لها انا حتى ما بدينك، روحي وما ترجع للخطية. هالبي اللي 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 رحم واللي حب واللي غفر للي عم يقتلوه. صحيح. اي صورة عم نقدمه لشبيبتنا اليوم؟ وقت ما نقدمه ليسوع بصورته الحقيقية، شبيبتنا بتحسيها مغرومة فيه، وهيدا الحقيقة. عم نشوف هاللقاءات لقاءات شبيبة، عم نشوفهم مغرومين بيسوع، عم نشوفهم مغرومين بكلمة الله، بس هول شبيبتنا يعني صار لهم الفرصة انه يكون في حدا عم بيعرفهم على حقيقة يسوع المسيح. مزبوط. اللي هو هالبي المحب، مش على الديان، مش على الشخص اللي ناطرهم على الكوع، مش مزبوط. على الشخص اللي دايما ما بيرضي، يعني لو بتروح على القداس وبتصلي وكل شيء مش ماشي حالك، بدك تعمل اكثر، او البي اللي دايما عم بيمنع، اللي انت ممنوع هيك. الشاب بتعرفي انه كتير صعب تقولي له حدا يمنع. ايه. بالعكس، بينما وقت بتفرجي صورة البي اللي بيحضنه، اللي عم بيقله انه انت مقبول، انت انسان طبيعي، لو عندك مشاكل، لو عندك هموم، لو عندك اعتراضات، لو انت عم منه فرقانة معك شيء، انت ابن لله، وانت محبوب، وانت مقبول، وانت مجروح يمكن بمحل، وانا ما عم شوف اغلاطك، انا عم شوف جرحك تأشفيك. صحيح. هيك الله بيطلع فينا، بس قدم له هيدا الإله وهيدي الحقيقة. يعني بس ارجع شيل كل الغبرة وكل التشوهات عن صورة بين السماوي. صحيح. كوني أكيد مش بس الشاب، كل إنسان بيلاقي بربنا قوة الاندفاع تبعه، وبيلاقي حاله موجه كل طاقته
مش بس هو يلتقي بيسوع، انما كمان يجيب الاخرين ليسوع، لانه وقت نلمس قد ايه الله بحبنا، وقت نلمس قد ايه الله بحط فرح وسلام وحب بحياتنا، ما بعود فينا نكتفي بهذا الشيء لذاتنا، انما كل حدا بنحبه بدنا نوزعه لكل حدا، بدنا نوصل له هيدي الحقيقه. صحيح. الفتره حاليا كثير صعبه، عم نحكي نحن انطلاقا من تجربتنا، يعني نحن كشباب اذا بتقول قدام حدا انه نحن كل احد مثلا بنروح على القداس، بتسمع حدا بيقول لك انه افشوا لكم جلاده او يي ولا ولا شو، انا بصلي مني لوحدي، انا بحكي مع الله لوحدي، فهي المشكله كمان هلا قد ايه الواحد بده يكون قوي تما يتاثر بهود الاستهزاءات لنقول من الشباب التانيين، لحتى يضلوا متمسك، لحتى بمرحله معينه هو مثل ما انت قلت يرجع يردهم، يعني يمكن الله حطتهم بدربه كرمال سبب معين انه هو قادر يفرجيهم صوره الله. بس قديش صعبه، قديش الواحد لازم يشتغل على حاله، ما بعرف شو رايك، قديش الواحد لازم يقرا بالكتاب المقدس، يمكن غير الكتاب المقدس، حياه القديسين، ما بعرف. نحن عم يعني خليني اقول شو عم نجرب نعمل كجمعيه كتاب مقدس بهذا الموضوع. برجع بقول نحن بخدمه الكنيسه، يعني نحن شو عم نجرب نساعد كنيستنا انها تعمله. نحن عم نجرب بعمر صغير انه نزرع كلمه الله، لانه اذا ما زرعتي على صغر، على صغر بتكون الارض بعدها هيك قابله اكثر. خلينا نقيه اكثر. بنجرب نزرع، وعندنا بعض الامثله كمان انا قدرت أعملكم على القليلة فيديوين عن كيف منزرع كلمة الله تتكون ثابتة مثل ما حضرتك عم بتقولي، وبعدين عكبر نجرب نجرب نبينها لهالكلمة كيف تقدر تساعدنا بحياتنا، حتى حياتنا اليومية. مش هناك إذا بحب المخرج أنه نعرض أول شيء مسرح الدمى المسيحي، يعني كيف نقدر نزرع كلمة الله بطريقة الدمى. نعم. شوفي هالولد عم يحضر مارينات، صح، ايه؟ شيء قريب ليون للأطفال، هو بحب هيدا الشيء، أكيد أحلى من صورة كاهن أو راهب قاعد عم يقري له أو يحفظه كلمة الله. صحيح. عم نوصل له المساج بطريقة الدمى. نعم. أو بطريقة الكلون كمان، في فيلم عن الكلون كمان إذا فينا نشوف سوا لكان الفيديو. كان بيلي كوكي اللي هو الكلون جماعه كتاب المقدس اللي بيخدم بكل الكنائس، اللي هو بالعاب الخفه وبالمزح وبالتنكيت بيقدر يوصل حتى قصه ايليا النبي عفوا اللي هي صعبه حتى للكبار، مر الياس يعني انه صعبه انه تنفهم للكبار، حتى قدر بيلي كوكي على عيد مر الياس انه يجسد هالمشهد كله سوا من الكتاب المقدس بطريقه الكلون. قد ايه حلو يعني هذا الشيء. إذا فينا كمان نشوف مسرح الدمى، وخاصة أنه هلأ نحن قبل عيد الميلاد عنا مسرحية خصوصة عن الميلاد كمان. نعم. هلأ بنحكي عنها، لكن رح نشوف بالفيديو مسرح الدمى. بتحكي نعم. حقول قصتها وهي عم تنعرض بهالفترة بكتير كنايس وبكتير مدارس، يعني نعم. بتحكي عن بابا نويل اللي يعني ناطر يشوف هالولد إذا كان منيح بالبيت، معذب أمه، معذب بالمدرسة. نعم. كانوا علاماته كتير منيحة، بتاه يشوف إذا بده يعطيه هدية أو لا. فهالولد ما كان بهالسنة بيطابق مواصفات المطلوبة من بابا نويل، فهيدي عقدة الذنب اللي أوقات من ربيها بقلوب وعقول أطفالنا. صح. وللأسف نربطها بالميلاد. نعم. يعني
شوفي هل برجع بقول هالاوقات كيف منشوه صوره الله بعقل اولادنا، انه انتم تا الله يعطيكم كادو من بابا نويل بهالطريقه لازم تكونوا اشياء معينه، لازم ترضوه، يعني حب الله مشروط، يعني منه مجاني. فاكيد عم يربى عنا مثل نقمه على الله. أكيد. في ناس مجروحه، صدقيني انا بعرف في ناس مجروحه من اعياد الميلاد، تخيل اللي هو احلى عيد مفروض يكون عيد. صحيح. الطفوله، يسوع صار طفل بيناتنا، بنلاقي اطفال عم تنجرح. ليه؟ لانه ما كانت على قدر انه هديه الله لها. رح يطلع خروف من مغاره الميلاد، من مشهد الميلاد. نعم. ويجيبه لهالولد ورح يقول له تعال الحقني انا وياك بدنا نمشي ورا النجمه. بيلتقوا بالمجوس وبيروحوا. حلو كتير. مطرح ما في المغاره، مطرح ما في هديته للولد اللي هو يسوع. اللي هو يسوع اللي هو انت. بيجي بيقول له، بيجي بيسأله الراعي اللي واقف على الباب. نعم. بيقول له للولد، بيقول له انت شو مغلط السنه؟ بيقول له انا ما غلطت ولا غلطه. فكر نفس المنطق يعني بيمشي. نعم. قال له اذا مش مغلط ما فيك تفوت على المغاره، هيدي المغاره للولاد المغلطين. صحيح. لانه بتحبك هذه المغاره باغلاطك. فبيفوت لجوا وبيرجع. الحلو انه بيرجع بيصلح كل حياته بالمدرسه ومع امه ومع اصحابه ومع خيه، وبيجي بابا نويل بده يعطيه هديه، بيقول له ميرسي ما بقى بدي اياها، انا صار عندي الهديه الاساس. هاي هي قصه الميلاد. اللي يعني حلو نزرعها بعقول اطفالنا مثل ما انت قلت، لانه أكيد. يحملوها معهم، بعتقد ما بينسوها حتى على كبر، بتضل الفكره علقانه. صح. وبطريقه الدمى يعني. صح. هيدي جماله. هلا عكبر كمان في البرامج اللي بنعملها، ان كان البايبل انتراكتيف اللي نعم. هو ورش عمل حول الكتاب المقدس للشبيبه، والبرنامج الاخير اللي هو التيم بيلدينج، تنميه العمل الجماعي من خلال الكتاب المقدس. اذا كان الوقت ما بيسمح لنا ما رح نقدر. دهمنا الوقت شوي. بدي عزبك تسحب خبز الحياه تنشوف الله شو حابب يقلنا. ما من شيء غير ممكن عند الله. هيدي من انجيل لوقا الفصل الاول اي 37. ما من شيء غير ممكن عند الله. قد ايه بتعني لك؟ بتعني لي واختبرتها وكل انسان بيختبرها بحياته اذا عنده عيون الايمان. يعني بتخيل اصعب شيء على الله مش يغير ظروف الحياه، هو يغير قلب الانسان. وانا بقول قد ما كان قلبي صعب وجروحاته صعبين وماضي صعب والظروف قست لي قلبي. نعم. انا او حيلا انسان الله قادر. الله قادر لانه الله بي وبحب. بمجرد ما مثل الابن الشاطر اني ارجع اتذكر اني انا ابن. صحيح. حتى لو عم نبش عليه يمكن بطرق، لا بالصلاه ولا بالصوم ولا بالقداس، عم فتش بس هيك اذا انا عم فتش عن حب او شيء بحياتي. نعم. كون اكيد انه الله رح يستفيد من كل هيك نية عنده إياها الإنسان تيرجع يكسر هالحجر اللي على قلبنا ويفتحه مثل ما فتحه بالقبر. صحيح. ويقوم منه عم بيضوي. هو اللي قام من الموت، فما في شيء مستحيل عليه عنده. أنه يقوم من الموت اللي بداخله ويفرجي حاله أنه هو المنتصر على الموت وهو سيد الحياة بحياتي وبحياتك وبحياة كل حدا عم يسمعنا. أكيد. أنا بتشكر كتير حضورك ويعطيكم ألف عافية، والله يحط إيده معكم لحتى تقدروا توصلوا كلمته لأكبر عدد ممكن من العالم. مرسي إليان. مرسي كتير. مشاهدينا وصلنا لنهاية الفقرة الأولى، بريك سريع ومنرجع معكم.